اليوم أتكلم عن الأشياء اللي صارت في المباراة، أشياء بالنسبة لي أنا إيجابية كبيرة، وأن أنت اليوم تفوز سواء كانت 4 أو 2 أو 1. أهم نقطة كانت اليوم 3 نقاط عندنا، وإحنا داشين كل مباراة تكون بالنسبة لنا كنهاية نفس ما قلت، ونرجع النصر لوضعه الطبيعي. هذا كل شيء، كل اهتمامنا حاليا ان احنا نرجع النصر لوضعه الطبيعي، وان شاء الله نقدر. في اشياء اليوم احنا كلاعبين علينا ان احنا نستدفيها اكثر، سواء التغيير كان ايجابي او سلبي، احنا علينا كلاعبين تركيزنا في الملعب، وعلينا ان احنا نسمع كلام الجهاز الفني كل النقاط، وهذا الشيء الوحيد اللي بيخلينا احنا ماشيين صح. تغييرات تستوي في كل أندية العالم، تغييرات تصير في كل انديه العالم، لكن احنا كلاعبين علينا ان احنا نصب مجهود اكثر وتضحيه اكثر، وان شاء الله نفس ما قلت لك ان احنا نقدر نرجع العميد لوضعه الطبيعي. انا ابصم لك بال10، واذا تباني احلف بحلف قدام الكاميرا ان وضعنا في غرفه الملابس وايد ممتاز، وايد ممتاز. احنا اصلا مو بس في غرفه الملابس، احنا برا نروح نتعشى نتغدى نتلاقى نسولف. احنا كلاعبين اليوم مو بس نتلاقى في النادي، لان هذا الشيء انت خلاص، هذا اللاعبين اللي موجودين اليوم انا ما اعتبرهم اصدقاء وخلاص، انا اعتبرهم اخوان، لان كل واحد فينا اليوم محتاج للثاني.